السلام عليكم، مرحبا بكاع لي جون اللي كيبريباريو المباراة التعليم. اليوم جبت لكم لا ميثودولوجي دو لوسون دو لونغ، جبت لكم لا طريقة اللي كنحضر بها جدادات اللغة الفرنسية، المكون ديال الغرامير ولا كونجوغيزون والاورتوغراف اي لو ليكسيك. هاد المكونات ديال اللغة الفرنسية عندهم منها ميم ميثود. غادي نشرح لكم لا ميثود جينيرال اللي غادي تحتاجوها باش تصاوبوا الجدادة، وغادي نعطيكم اكزومبل ديال تطبيقي في لا غرامير، ومن بعد ندوزو لا فيش بيداغوجيك ديال لا ليكتور. نبداو كايطاب الاولى في اي جدادة سواء الغرامير لا كونجوغيزون لورتوغراف اي لو ليكسيك. كاين عندنا سيتوياسيون سوبور. سيتوياسيون سوبور هنا كتقول سيبور اللي عندك شنو هو، واش عندك ان تيكست ولا دي زيكزامبل ولا دي كيسيون اللي كيكون عندك فواحد لا روبريك في المانيوال، ولا انت شنو جايب داك لي زاليف باش تقدم داك الدرس. عندك هنا لا فاز الثانيه ديكوفيرت. هنا داك السيبور اللي جبتيه انت جات لا فاز ديال ديكوفيرت، خصهم يكتشفوا ويفهموا شنو عندك في انت في داك السيبور. فانت شنو كدير كا اونسيون ولا كا كونديدا باردوني مو، خصك شنو دير هنا؟ ما ديرش فيغ ليغ، جو في ليغ، جو في لير. هنا غادي دير اتيليزي عاد كونجيغي لو فيرب جو في لير. بوركو؟ حيتاش داك الجداده راه ديالك انت، غادي ندير جو انا. هذا راه الانسبكتور قالها لي، ما تبقاش تقول ال في ال في باسكو الجداده انت اللي صايبتيها. دونك فيغ لير اي كومبروندر لو سيبور ايكري او تابلو نوار. دونك سيبور اللي انت جبتيه غادي يكون ايكري سور لو تابلو نوار، اخترتيه ولا جبتيه. دونك فيغ لير اي كومبخوندر لو سيبور ايكري او تابلو نوار. داك السيبور لي جبتي غادي تحاول تخلي الناس يفهموا ويقراوه، سواء في لا غرامير ولا كونجوكسيون ولا اورتوغراف ولا ليكسيك. عندك دي بيرسوناج، عندك دي زاكسيون، ولا عندك لو ليو كتهضر على شي حاجه غادي تمونسيوني هادشي، كتهضر على اما الشخصيات ولا دي زاكسيون سافي دير دي زيفينمون ولا ليو ولا دي زاكسيون. نقدروا اليوم باغ اكزومبل لي زاكسيون هما نشرح لكم الاحداث ولا شي حاجه اللي كيجرى اكسيون، سافي دير الافعال ولا دونك في داك الاكسيون واش كتهضر على شي مشكل ولا على بروبليم ولا اكسيون اللي كاين تما كدور. دونك هنا لي زابرونون في هاد ليتاب هادي اوبسيرف لو سيبور اي سولين لي مو كلي انديكون لا لوسون دو لا لانغ اتيدي. هنا لي زابرونون كيحاولوا يشوفوا كنت كتشرح داك السيبور وكيحاولوا سيني لي مو كلي انديكون لا لانغ دو لا لوسون دو لانغ اتيدي. هنا كيقول لك الا كان عندك انت داك السيبور عندهم حتى هما في لو مانيوال في الكتاب، فهما كيسوني كيستروا تحت الكلمات المفتاح ديال داك لا لوسون اللي كيهضر عليهم لا لوسون. من بعد كتحاول جو في اناليزي لا نوسيون بار لي زابرونون، داك لا نوسيون اللي غادي نهضروا عليها غادي نحاول نخليهم ياناليزيوها. من بعد الابوري لا ريغل افيك لا كونتريبيسيون دي زابرونون. من بعد غادي نحاول مع التلامذ نديرو، من بعد ما حاولنا ناناليزيو لا نوسيون غادي نخليهم يديرو ريغل، نكتبوا القاعده مع بعضياتنا. ندوزو هنا جوج، سالينا مكتبنا القاعده كندوزو لابليكاسيون. صافي ابليكاسيون كاين الاولى كوليكتيف، يعني كنديروا داك كنطبقوا داك القاعده بشكل جماعي. فانا جو في دي زيكزيرسيس اوغالمون، كندير واحد التمارين اللي هما اوغالمون كومبوزي دي كيستيون بشكل شفوي ولا شفاهي، حيتاش مي كومبوزي عليهم لا كيستيون بديك الطريقه كنحاول نشوفهم واش فهموا القاعده ونطبقوها اوغالمون سيغ. وكنخليهم ما يستعملوا لي زاردواز او تابلو نوار، سافو دير يستعملوا معايا السبوره والالواح ديالهم عفوا باش يخدموا معايا. وانا كنوطي، انا كنوطي تاعنا سور لو تابلو نوار او ميم طون لي ريزولتا اللي وصلنا ليها، يعني النتائج اللي وصلنا ليها. الفاز الثانيه في هذه الابليكاسيون كاين دابا كندوز فاز انديفيدويال، من بعد ما طبقناها كوليكتيفمون جماعه غادي ندوز لابيدويال انديفيدويال. لا برونون رياليز لي زيكزارسيس بريفو، يعني ديجا انت كتكون وجدتي واحد التمارين عندك بريفي وسابق لكم وجدهم، سواء اللي عندك في كتجيبهم واجدين معك سواء اللي كاين في المانيوال دون لو ليفغ هما ديال ليف، ولا كتجيب انت شي حاجه الا كنتي انت واحد الاستاذ اللي كيبغي يجتهد. دونك التلميذ كي رياليزي لي زيكزارسيس بريفو كيوجد داك التمارين اللي عنده في لو ليفغ دو ليف او سور لو كاي دو كلاس. اما كدير لي زيكزارسيس اللي عندك في الكتاب وكتكوريجيهم مع بعضياتكم كتكون كراسه، ولا كديرهم في الدفتر ديال القسم. الثالثه والاخيره افيك كوريكسيون كوليكتيف بوي انديفيدويل، هنا كتقول بان انت كندير واحد التصحيح جماعي ومن بعد كل واحد كيدير سوتو كوريجي، سافو دير كيمشي يصحح راسو براسو انديفيدويل. دابا كندوزو لا فاز ديال ايفالياسيون. في ليفالياسيون كان ايفالوي من بعد ما ابليكينا ومن بعد ما شرحت القاعده نشوف التلامذ شنو واش وصلنا لذاك الاهداف خديناهم. دونك بروميير ايتاب الي انتيغري دون لا لوسون، هاد ليفالياسيون كيكون انتيغري دون لا لوسون. كيسك سافو دير انت كنت كتقدم لا لوسون كتيفالوي واش تلام تشدو معاك، او ميم طون كتشدو معاك انت كتيفالوي باش من بعد كتقلب على لي لاكين على الثغرات على لي زانومالي اللي غادي تخدم عليهم انت من بعد. ايتاب 2 ايل بيرمي دو ميتر اون براتيك
يعني هنا من بعد ما كنتي زعما باسيتي بهاد ليطاب لانك كنتي في وسط لا لوسون كتيفالوي كتقيم واش تلامذ شدو معاك كدوز للايطاب الثانيه اي بيرمي دو ميتر اون براتيك لا بيداغوجي ديفيرونسي هنا مي كتكون كتيفالوي كتعرف الاختلافات ولي زوبستاك اللي عند التلامذ وهكا انت شنو كدير كتطبق البيداغوجيه الفريقيه يعني انا كنبقى نشرح لكل واحد على حسب درجه الفهم ديالو على حسب يعني القدرات ديالو هنا لي فوت لكن لصبتي دي فوت كوميز هنا راه ما كاينش اكسون كوميز باردونيمون كوميز باغ شاكان دي زابرونون لا شتي الاخطاء اللي كيديروها سون دي زابرونون سون ريبورتوري كتقد انت او ميم طون مي كتكون كدير داك ايفالياسيون كتريبورتوري داك كتانجستريهم كتسجل كتعقل وكتكلاسيهم صافي باش من بعد كدير انت جروب دو بوزوان اش كدير انت في هاد ليطاب دي فاليوسيون تو سامبلومون كتقيم التلميذ باش تعرف الثغرات اللي عنده ومن بعد انت ديك الثغرات كتريبورتوريها يعني كتسجلها كتميموريزيها وكتكلاسيها باش من بعد كتحط جروب دو بوزوان هو التفييق كدير دي كاتيجوري كتفييق التلامذ ومن بعد كدوز لي كوريكسيون سون ايميديات لا كانوش دي كوريكسيون اللي تقدر ديرهم سور بلاس في نفس الوقت اللي كتشرح تقدر دي كوريكسيون سور بلاس ولا من بعد اللي كيحتاج تريتمون انديفيديوالمون يعني سيرفيونس ولا اكومبانيومون كتاكومباني ليليف بوحدو بشكل فردي بور دي كا ايزولي او كوليكتيفمون يعني كي كاين دي كا ايزولي يعني شي وحدين عندهم حاله خاصه ولا يعني المشكل ديالهم كيكون مختلف على الباقي او كوليكتيفمون سي لو نومبر دو فوت امبورطون لكن لو نومبر ديال لكن اكتشفتي بان الاخطاء بزاف يعني نفس الخطا كيتكرر مع مجموعه بزاف ديال التلاميذ يعني سي نومبر دو فوت امبورطون يعني بزاف كيكرر التلاميذ فانت كضطر دير دي كوريكسيون كوليكتيف داكوغ شتو لا ميثودولوجي فيها 3 ايتاب كيف قلت كاينه ايتاب الاولى سيتواسيون سيبور ديكوفيرت ابليكاسيون ايفالياسيون نشوفو قلت لكم التطبيق عافاكم سمحوا لي غادي نوريكم التطبيق فوالا غادي نشوفو التطبيق في لا غرامير ها هي تبعوا معايا هذا لا غرامير ديال السيزيام اني انتم كتشوفوا غادي ندير معكم التطبيق ديال الفيش هذا لا غرامير التيتغ ديال لوسون العنوان ديال الدرس هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت لوبجيكتيف منك من هذا ديال الدرس هو ريكونيتر اي سافوار امبلويي لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت الهدف ديالك انه يتعرف على الكومبليمون دوبجي ديريكت اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت ويعرف يستخدمهم كنص تراسي انا في الجداد الا بغيت ندير هكا ماشي بحال تما تما غير لي ايتاب اون جينيرال ولكن خصك تراسي كدير ايتاب اكتيفيتي اوبزرفاسيون اكتيفيتي هنا كتميلونجي كاين اللي كيقسمها كيدير اكتيفيتي دو لابرونون اي اكتيفيتي دو لونسينيون ولا بغيتي ديرها اكتيفيتي اون جينيرال ها انت ليطاب عندي فاز ديكوفيرت كندير بريزونتي او طابلو كيف قلت لكم كنبريزونتي لو سيبور لي فراز دو لا روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر اللي كتكون عندكم كنبريزونتيها في الطابلو من بعد عندي فيغ لير سيلونسيوزمون لي فراز ساسور دو لا كومبريونسيون دي سي فراز اش كندير كنخليهم يقراو داك الجمل اللي كاين في الطابلو اللي خديتها اصلا من لا روبريك اللي عندهم كنخليهم يحاولوا يفهموها دو طون طون كنبوزي دي كيستيون باش كنشوفهم واش فهموا من بعد كنبوزي لي كيستيون دو ليفر حيت داك لا روبريك كتلقى في الكتاب لتحت تمشي تشوف الكتاب السادس ولا ديال التالت الخامس كتلقاو تحت ديك لا روبريك تحت منها دي كيستيون فحنا كنحاول ديك لي كيستيون نعاود نبوزيهم ونفهموهم من بعد كتبروبوزي دي فراز اي دوموندي دو ريليفي لي كومبليمون دوبجي ديريكت اي لي كومبليمون دوبجي انديريكت كتحاول تعطي دي فراز جمل وتشوف تخليهم واش يقدروا يجبدوا ليك الكومبليمون دوبجي ديريكت اي الكومبليمون دوبجي انديريكت ومن بعد كدير فيغ برودوي دي زيكزومبل اورو يعني كنخليو كنديرو مع بعضياتنا دي زيكزومبل اورالمون ça marche et refaire la rubrique je retiens بعد كندوزو جو روتين اللي قلت لكم فهاد لافاز ديالي كندوزو نديرو القاعده جو روتين قاعده ومن بعد كتجي لونترينمون اللي هي ابليكاسيون لا اونترينمون كندير في رياليزي كوليكتيفمون لي اكزيرسيس ان سور لي اردواز يعني واحد التمرين واحد ضروري كنديرو بشكل جماعي في سور لاردواز اللوحه ديال التلميد باش كنشوف واش كاين الفه ومن بعد كندير رياليزاسيون دو لا روبريك جو مونترين من بعد كندوز انا مع التلميد كاين واحد لا روبريك كتكون تما سميتها جو مونترين يعني كنتمرن وكنمشيو نرياليزو مع بعضياتنا باردوني مو هاد دومو هادي ما خصهاش تكون هنا سمحوا لي على هاد دومو راهي غلطانه المهم في هاد ليطاب كاين ايفالياسيون يعني ما ديرونجوش راسكم بهاد دومو هنا خصو يكون ايفالياسيون باش ما ديرونجيوش بها هنا خصو يكون ايفالياسيون باردوني مو هنا كندير رياليزاسيون دو لا روبريك جو ميفالو سا مارش هنا واحد لا روبريك سميتها جو ميفالو يعني مساله اونترينمون ايفالياسيون كنمشي نخدم داك لا روبريك وكنشوف التلامذ عقلتو قلت لكم خليني نشوف او ميم طون واش كيدار
داك ليفاليشن اون ميم طون كان انا كان اونجستري ولا كان دو ريبورتوري داك لي لاكون اللي عندهم ثغرات من بعد فيغ لي اكسبليسيتي لي كونسين دي دو زيكزيرسيس كنشرح لهم التعليمات ديال التمرين اللي كاينين تما فيغ اكزيكوتي دون لي كاي بوي كوريجي كيخليهم يستخدموا داكشي بفاتون من بعد كنصحوا وكيكون صح اما كوريكسيون كوليكتيف ولا انديفيديوال دونك صافي اي لو سون في لا لانغ في لا لانغ فرونسيز اي لو سون المكونات ديالها لي زيتاب ديالو دابا غادي ندوز عند معاكم نشوفوا لا ليكتور سمحوا لي فوالا حنا غادي نديرو لا ليكتور فوالا عندك لا ليكتور اكسبليكي شتوها La lecture expliquée, en français, la lecture expliquée documentaire, on a comme exemple, je vais m'entendre vite. Première séance, qui est dire mise en situation, observation et interprétation des images. D'abord, qui est comme un texte, un sora, enfin, c'est que les clients, ils vont observer ou interpréter les images, ou la vidéo, le commentaire, ils vont. Ensuite, quand la lecture, quand deux étapes, c'est la lecture du texte. Enfin, l'étape de la lecture du texte. اولا خصني ندير واحد ليكتور ماجيسترال يعني انا كاستاذ كنقرا بواحد الطريقه جميله ويعني افيك لا بون ارتيكولاسيون كتارتيكولي بيان من بعد كان ليكتور يعني في هاد ليطاب ليكتور دي تيكست بار لا ميتريس او لو ميتر فيريفيكاسيون دي بروميز امبريسيون سي دير انا كنشوف داك لي زالف اللي معايا وانا كنقرا لهم كنشوف لي زامبريسيون ديالهم واش قدروا يفهموا واش عجبهم لو تيكست واش مصدومين ولا كنشوف لي زامبريسيون ديالهم وانا كنقرا لو تيكست واش كيستمتعوا انا كنقرا من بعد كنطلب منهم ليكتور سيلونسيوز كنطلب منهم يديروا ليكتور سيلونسيوز لي زابرونون ليز لو تيكست سيلونسيوزمون كنخليهم يقراو واحد البيريود شويه ليكتور سيلونسيوز من بعد كنبدا نبوزي دي كيستيون دو كومبريونسيون بحالاش كيستيون دو كومبريونسيون Selon votre avis, après quand vous avez observé l'image, vous avez lu le texte, à votre avis, le texte va raconter quoi? Ou, par exemple, le titre du texte va vous donner ou bien vous aider à comprendre quoi? Ça marche. Une évaluation. Évaluation de la séance Lola, Dima Flacher Kendertkwim, Yelad Chiada, Kendert évaluation, exploitation des exercices de lecture figurant sur le manuel de l'élève. Quand je trouve que les thèmes les cartons liés à le texte, ou quand je trouve que je trouve que je trouve que je trouve texte ou les barres ou salina, ou peut-être que je séance tienne. كندير غابيل بريف كندير واحد المراجعه بسيطه بحال تذكير ولا تمهيد بسيط دو سكي ايتي فيو بوندون لا بروميير سيونس كندير معاهم مراجعه بسيطه شنو شفنا الحصه السابقه باش كنشوف كامل شنو شدو معايا من بعد كنرجعو ليكتور دو تيكست كندير ليكتور ماجيسترال ليكتور انديفيديوال كنطلب كيلكو زابرونون كنطلب من بعد التلاميذ يقراو بشكل فردي بوزي دي كيستيون بور ابروفونديغ لا كومبريونسيون كنزيد نطرح اسئله واحده اخرى العمق ديالك هذا بحال لي دي جينيرال وكان ماشي لي دي جينيرال اون مانيو جينيرال ولكن كنحاول نجرهم اننا نفهموا لي دي جينيرال ديال داك لو تيكست من بعد سانتيز فينال كندير بحال تلخيص لداكشي بوزي دي كيسيون بور ليس لي زابرونون سي اكسبريمي لو رافي لو سونتيمون يعني كتخلي التلميذ هنا كتبوز على واحد لي كيسيون ا فوتر افي باغ اكزومبل لوتور ا ريزون فوز ايت بور فوز ايت كونتر يعني الا كان واش نتوما مع لوتور ولا ضده ولا معاه دونك كتشوف لافي ديالهم ومن بعد كنشوف لا بري ليكتور هادي بايتاب انت كتشوف من بعد لا ليكتور شنو بحال البرولونجمون تمديد شنو غادي دير اونجاجي دي زاكتيفيتي دو ليكتور بيبليوتيكار سكولار ça veut dire لكن عندهم لكن عندكم في المدرسه بيبليوتيك فانت كتطلب من التلاميذ يمشيو يقراو وكتشجعهم هذا اون ميم طون كتحاول تجرهم لو تيم ديال داك اليونيتي اللي نتوما فيها واسيو لو سويفي دو سيز اكتيفيتي كتبقى تتابعهم كتشوفهم واش بصح كيقراو بحال اللي كيدير تحدي القراءه وكنظن هادو هما لي زيتاب اللي خصكم تكونوا عارفينهم باش توجدوا الجداده نتمنى تكونوا استفدتوا الله يوفقكم ما تنساوش تدعموا القناه بسابوني وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديال الهين ديالها لتحت والله يوفقكم شكرا لكم